بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر ماشين إليمنتس ديزاين 1 نستكمل مع شابتر 5 اللي بيتحدث عن ريفيتد جوينتس وبنستكمل سويا الفيليرز أوف ريفيتد جوينتس أو الانهيار في وصلات البرشام تاني نوع من أنواع الستريسز اللي بتسبب انهيار هو التيرنج أو التمزق اللي بيحصل على البليت أو اللوح اللي معمول لعملية برشام across a row of rivets على استقامة الصف بتاع الرفت. طبعا ده نتيجة ايه؟ نتيجة التنسييل ستريس اللي بيحصل عندي، يعني مثلا لو عندي اللوح بالشكل ده كده، اللوح ده بيبقى عليه آه شد من هنا ومن هنا، وطبعا في صف البرشام بيبقى موجود بالشكل ده كده، الصف ده بيمثل فراغات طبعا بتضعف الايه؟ اللوح اللي عندي وبالتالي نتيجه التنسيق ده هو بيحصل هنا على المقطع ده هو بالضبط اجهاد شد in the main plate the main plate or cover plate may tear off across a row of rivets ممكن يحصل التمزق عند الخط اللي انا عامله ده اللي هو في الثقوب نفسها طيب إحنا تعرفنا قبل كده ال P small ديت اللي هي بتمثل البيتش ال D اللي هو ال diameter بتاع ال rivet أو الهول أو الفتحة نفسها، ال T اللي بيمثل thickness بتاع البليت سماكة اللوح ده، و sigma T اللي هو tensile stress permissible tensile stress الحد المسموح به من إجهاد الشد. والبي تي اللي هي قوة الشد نفسها تيرنج ريزيستنس أو السترينث بتاع الوصلة لو قلنا مثلا إن إحنا عندنا سيجما تي هتساوي البي على الأريا يبقى ده سيجما تي يبقى دي برضو البي تي اللي هي بتمثل هنا الأي تي اللي هي الأريا بير بيتش length اللي هو الأريا بتاع من السنتر center, center اللي هي بتمثل الخطوة طيب الفيلير بيحصل ازاي او الستريس عندنا زي ما قلنا سيجما بتساوي البي على الاي الاريا هنا لو لاحظنا اخذنا الكروس سيكشن هنا كده هنشوف مثلا هتكون بالشكل ده كده يبقى دي الأريا اللي هتشيل التنسايل ستريس. الأريا اللي هتشيل التنسايل ستريس هنا اللي هي بتساوي طبعاً لو قلنا إن ده تي ده اللي هو بيمثل السمك بتاع اللوح وده طبعاً القطر، الدائمةتر. وهيبقى هنا كده والبي وال... ال... ال... اللي هو بيمثل مثلا ممكن نقول عرض اللوح يبقى هنا الاريا بتاعتي هتساوي بي ناقص دي ضرب تي ده خاص باللوح ده لكن لو بتكلم بقى على البيتش بستعيد عن البي اللي هو عرض اللوح ده بالبيتش نفسها يبقى بتكلم على خطوه واحده فقط وفي الحاله ديت بقول ان سيجما تي بتساوي البي تي على A تي وبعوض عن القيمه بتاعه A تي بالقيمه بتاعتها ديت يبقى البي تي هنا بتساوي بي اللي هي الخطوه ناقص D ضرب تي في سيجما تي بالطبع لو عندي اكتر من قطر هنا هيبقى بي ناقص ان في D ضرب تي عشان يديني المساحه الكليه اللي شايله الاسترس النوع اللي بعد كده اللي هو الشيرينج اوف ريفتس اللي هو القص على المسمار، في عندي نوعين النوع الاولاني اللي هو السنجل شير سنجل وده بيحصل في اللاب جوينت والبات جوينت ويز سنجل ستراب او الدبل اللي بيحصل في البات جوينت القص هنا بيحصل على تو اريا بالشكل ده كده يبقى هنا سنجل اريا يبقى ده سنجل شير وهنا دبل اريا يبقى دبل شير هنا طبعا سنجل قيمة ال الستريس نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده البي والدي التاو هنا بقى اللي هو البرميسبل شير ستريس والبي اس اللي هو اللود اللي بيسبب الشير ستريس ان هنا بتمثل نمبر اوف ريفتس او عدد المسامير اي اس اللي هي بتمثل الاريا ال اللي بتعمل ريزيست للشير لل ستريس ومن هنا هنقول ان تاو هتساوي الفورس اللي هي البي اس على الاريا الاريا هنا بقى اللي هي مساحة مقطع المسمار اللي هي بتمثل باي على اربعة دي سكوير اللي هي دي ودي خاصة بمسمار واحد في حالة دبل شير يبقى بضرب هنا في اتنين عشان يبقى في عندي اتنين اريا بيتحملوا الشير ده طب لو عندي اه سنجل شير يبقى ده سنجل شير اريا واحده دبل شير اتنين اريا سنجل شير لكن مع عدد من المسامير نمبر اوف ريفتس يبقى بضرب القيمه ديت في ان طبعا ده اللي هو بيساوي بي اس والبي اس هنا لما يكون عندي دبل شير بضرب في اتنين وبضرب كمان في الان اللي هي بتمثل عدد المسامير عدد مسامير بالطبع البرشام اللي بتشيل القص نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المرة القادمة ان شاء الله